الإخوة والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصحة والسلامة. هذه الحلقة تتم الحلقة السابقة كانت عن دخول القطار لمدينة مراكش، واليوم غادي نتناولوا في حلقتنا هذه من اللي كان كيوصل القطار حتى لقلب المدينة العتيقة، وبالضبط حتى العرس المعاش. هذا القطار كان كيمر من شارع المنارة ومن قدام وطيل المامونية، وهذا الأخير كان في ملكية السكك الحديدية، مرورا معمل السكر اللي كان في اللارقية، وصولا وراء مركز الشرطة وبالقرب من دار الضو، حيث كانت تما آخر محطة ديالو، وهي فين كاين الآن الملعب ديال ثانوية بن البناء. واللي درس في هذه الثانوية غادي يتذكر واحد السقف كان كبير كان في الملعب، وهناك كانت المحطة ديال القطار، وكان عرض السكة ديالو 60 سنتيمتر. بقات هاد السكة ديال القطار حتى السبعينيات من القرن الماضي، كتبان في عرس المعاش، حيث كانت كتربط الحي الأوروبي ديليز بالمدينة العتيقة. وكان القصد من هذا هو ربط عدة معامل كانت نشيطة آنذاك ببعض الخطوط السككية، وهذا كان في جميع المدن الكبيرة هذا الشكل هذا ديال القطار، بحال الرباط، فاس، تطوان، مراكش، الدار البيضاء. غير السؤال اللي كيتطرح، علاش ما احتفظناش بها؟ كان بإمكاننا استغلالها وتوسيعها مع نمو المجال الحضاري في كل المدن. أعزائي، حتى نتلقاو في حلقة ماجية إن شاء الله تعالى، ما تنساوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم خالص المحبة والإخاء.